هذا الاحتفال بيتم من 12 سنة في نقابة المهندسين. على مدى كل الدورات اللي فاتت ده احتفال أساسي، نقابة المهندسين بإحساسها الوطني بتشارك قوات المسلحة في هذا الاحتفال، وبنحيي طبعا يعني زملائنا المهندسين أو مهندسي القوات المسلحة اللي ساهموا في هذه الحرب العظيمة، وبنترحم على من رحل منها. أي مصري النهاردة عنده 50 سنة ما حضرش الحرب، وده دورنا دلوقتي وإحنا لسه عايشين إن إحنا نوعي الناس ونحيي أهلنا وأولادنا. الأجداد والآباء عملوا إيه؟ عملوا أكبر وأعظم انتصار في العصر الحديث، وأنت شايف النهاردة الناس عرفت وفهمت جيشنا عمل إيه؟ المهندسين العسكريين كان لهم دور كبير في حرب أكتوبر اللي هم كلهم أعضاء في هذه النقابة. فأنا كنت سعيد جدا بدعوة نقابة المهندسين ليا إن إحنا ننشئ حرب أكتوبر ونشوف كل الشعب عمل إيه؟ والقوات المسلحة عملت إيه؟ وإزاي غيرنا التاريخ العسكري في العالم كله بما حققه أبنائنا في حرب أكتوبر. فأنا سعيد بهذا اليوم وسعيد بهذا اللقاء. المهندسين العسكريين كان لهم دور كبير جدا في معركة العبور، والمهندسين العسكريين دي كلمة يعني المهندسين مش مفهوم الناس المهندسين العسكريين انهم بتوع الالغام والكباري وكده، لا، في مهندسين عسكريين في جميع افرع القوات المسلحة، في مهندسين في القوات الجوية زي انا كنت قوات جوية وقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي، في جميع الاسلحة موجود مهندسين وكان ليهم دور كبير جدا في 73. انا هتكلم على دوري انا في حرب ده، كنت قوات الجوية. انا في 6 اكتوبر كنت نقيب مهندس سرب 19 اللي هو جو 546، وكان المهمه بتاعتنا هي ابرار كتيبه 143 ساقه خلف خطوط العدو، يعني في حدود 40 كيلو خلف الخطوط، وده لاحباط اي هجوم مضاد من قوات المدرعه الاسرائيليه على الالتفاف على الجيش الثاني. الندوات دي مهمه جدا، مهمه لشبابنا انه يعرف جزء من تاريخ بلده عشان نوعي الشباب بهذه الندوات واللي عملوه اجدادهم وابائهم خلال الفتره، لان ده تاريخ، التاريخ ده لابد ان احنا نعرفه لاولادنا واحفادنا. ليه؟ عشان ما يتنسيش تاريخ، يجي حد بعد كده يزور هذا التاريخ. احنا موجودين النهارده، لسه عايشين النهارده، اعتقد انه يستفيدوا مننا في كل لحظه، يستفيدوا مننا المعلومات الحقيقيه مش المعلومات المزوره، المعلومات الحقيقيه ياخدوها من المقاتلين اللي هم قتلوا وحاربوا. وانا من الناس اللي حاربت في اليمن، ومن اليمن الى 67 الى الاستنزاف الى 73 الى استلام الارض. الدكتور